إدارة احنا اليوم هنا كمتقاعدين كنندوا بهذا المسائل اللي قامت بها الارزه في حقنا، ان سحبات لنا هذه البطاقه ديال الركوب اللي كيمنح لنا القانون الاساسي اللي هو دابا حاليا مطبق داخل الارزه كيف طبقته سابقا نقل المدينه، ودابا حاليا الارزه القانون مطبقه كامل بالعقوبات ديالو بالامتيازات ديالو، ومؤخرا الارزه دوزات الناس في الترقيه ودوزات لي وتمت انتخابات ديال اللجان الثنائيه. احنا كمتقاعدين من اخذت الزا الصفقه قصاتنا كمتقاعدين من الركوب بالبطاقه ديال الركوب اللي كيعطينا القانون الاساسي في البند 68، والباطو بيريز من نهار جا هنا لمدينه الدار البيضاء وخد الصفقه ديال الزا قال واحد الكلام وراه مشي زير في ليكونوميست. نهار خدات الزا 2019 قال بالحرف كما هو انه بعد 20 عام ابري 20 اون دو ديفي او ماروك اونفان لو غيف سي رياليزي، قال بعد 20 عام ديال التحدي داخل المغرب واخيرا الحلم ديالنا تحقق. الحلم ديالو شنو هو؟ الباطو بيريز خد الصفقه ديال مدينه الدار البيضاء في النقل، والزا خاص الانسان يعرف الزا شكون هي الزا. الزا الزا ستون فيليير تابعه شركه النقل ديال المسافرين في بريطانيا، ودخلت هنا مدينه الدار البيضاء خدات النقل الحاضري. لماذا؟ لان النقل الحاضري في مدينه الدار البيضاء راك شفتوا حاليا فين وصل، عده مدن وعده اماكن وصل للنقل. هذا مزيان بالنسبه للسكينة ديال الدار البيضاء، ولكن حنا كمتقاعدين علاش يقصرون هاد الناس من الركوب؟ لا من طرف الزا ولا من طرف المسؤولين ديال مجلس المدينه، لان المسؤولين ديال مجلس المدينه كيتمتعوا بجوج الحقوق، بالسيارات، بالدعم ديال المازوت ديالهم، بالهواتف ديالهم الى اخره. حنا داكشي ماشي شغلنا، حنا كمتقاعدين لماذا حنا قصونا في الصفقه؟ حيدوا لنا هذا الامتياز هذا. والمشكل اللي كاين دابا حاليا بعض الاخوان اللي كيركبوا في الطوبيس كيلقاوهم شي كونترول كيولي غادي بهم المركز ديال الشرطه ويتعمر لهم محضر، وبعض المرات كيسبحوا من يسحبوا منه هذيك البطاقه اللي ماشي ديال الارزا كتحيدها ليه، وهذيك البطاقه ديال كمتقاعد راه هي الهويه ديال هذا الشخص هذا اللي هو متقاعد حاليا. ها هي وحده منهم، انا عندي كمتقاعد هي ديال نقل المدينه ومشات نقل المدينه، انا تقاعدت ضربت 40 عام ديال العمل 1974 الى 2014 مارس 48 واوت 2014 تقاعدت 40 عام وما يزيد ديال الشغل. تقاعدت في 2014 وبقيت كنمتاز بهذا الركوب هذا ديال نقل المدينه سابقا، وجات الزا وحرمته منا. لهذا حنا كمتقاعدين هذه الوقفه السابعه اللي درنا دابا حاليا، درنا امام مجلس المدينه ودرنا هنا امام الزا، وهذه القضيه هذه غادي نبقاو مستمرين فيها حنا كمتقاعدين حتى يرجع لنا الحق ديالنا كمتقاعدين. لا يعقل انسان يضرب شبابه وحياته في هذا القطاع 40 عام عباد الله، ومن يخرج التقاعد على بطاقه الهويه ديالو يمنعوه بالركوب. لونيسيف الناس راه باقيين كيتمتعوا بالحقوق ديالهم الاجتماعيه، لارام كذلك، جميع القطاعات اللي كانوا تحت الوصايه الداخليه كلهم لديك الناس باقيين تياخذوا الموضوع الا مسكين هذا القطاع. الا كان المستثمر غندخلوه لبلادنا باش يخدم الناس باش يحل المشاكل الاجتماعيه، ماشي يجي باش يقمعنا حنايا كعمال. هادشي راه بزاف، حنا البطاقه راه حق مشروع وعندنا في القانون الاساسي في 1979 من حقنا الترقيه دوزوها بهذا القانون الاساسي اللي حيدوا لنا حنا البطاقه. واش عباد الله الشركه جايه لا ديبوات ما عندها حتى حاجه، جايبه على الفلوس والقمع، حتى حاجه ما كاينه، حتى حاجه ما تغيرت في هذه الدار البيضاء. حتى مجلس المدينه تيتحمل المسؤوليه الكبيره وبالاخص المجلس السابق، علاش ما يغوتوش على الناس المتقاعدين يمثلونا؟ راه من حقنا، راه ضربنا 40 عام، راه السكينه البيضاويه كتشد على هذا الشيء، وهاد الناس اللي في المقال اللي شادين دابا مراكز في مجلس المدينه ولا هنا، راه كلهم كانوا كيركبوا معنا في الحافلات، كانوا كيمشيو معنا للكليه، كنا كنخدموا اجواخ، ما كاين حتى حاجه، راه حتى من التقاعد راه لا يعقل. واش انسان عباد الله تقاعد يرتاح على هذه المعيشه ديال اليوم؟ راه حتى الدواء ما عندك باش تشريه، وفي الاخر يجي واحد يعطيك قرار يقول لهم هذوك الناس ما يركبوش في الحافلات، علاش؟ الله اعلم. واش حنا ماشي مغاربه؟ واش دوز المغرب ما تعترفش بينا كمواطنين؟ راه انتوما كتقولوا هذه بلاد الحريات، بلاد
حقوق الإنسان؟ فين هو هاد حقوق الإنسان؟ فين هي هاد الحريات؟ فين هي التواصل؟ وهذه هي السابعة في ديال الاحتجاجات وما كاينش اللي قال لك تشحال في الساعة. وحنا مع من عايشين؟ واش هاد البلاد ما فيهاش قانون؟ إلا كان القانون ها هو خلنا تيجيو يحلوا معنا، علاش حيدوا لنا البطاقة؟ ما كنطلبوا حتى حاجة، ما كنطلبوا السكن، ما كنطلبوا شي حاجة اللي غتعزز الدولة تعطيها. والو بطاقة، الهوية ديالنا نركبوا كأيها المواطنين. Thank you.